اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين. وفيديو جديد هنتكلم فيه عن توقعات ليلى عبد اللطيف الاخيرة بتاريخ 12/7/2024. طبعا بتمنى من حضراتكم قبل ما نبدأ ونتكلم في اي شيء الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ونعمل لايك وشير للفيديو. ما تنسوش دعم القناة التانية مساء الاخبار الزرقاء لاختي منى. طيب نخش في الموضوع على طول. معانا توقعات مهمة لكذا دولة عربية المرة دي، مش بس عالمية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن امريكا، اتكلمنا عن فرنسا، اتكلمنا عن المانيا وايطاليا، واتكلمنا عن كذا دولة ومتفرقات وحاجات مهمة. ياريت تشوفوا الفيديوهات علشان تشوفوا التوقعات. المرة دي بقى هنتكلم عن دول عربية ما اتكلمناش عنها المرة اللي فاتت. اول دولة معانا هي دولة ليبيا. ليبيا الحقيقة معنا توقعات مهمة جدا ليها. قالت ليلى عبد اللطيف لليبيا ان هيتم تسليم الجيش الليبي مساعدات عسكرية عاجلة. الجيش الليبي هياخد مساعدات، المساعدات دي بتشمل على اسلحة حديثة ومتطورة. لذلك ارى الجيش الليبي بيقود المعركة الاخيرة في ليبيا بهدف استرجاع السيادة والسيطرة على كامل الاراضي في ليبيا، وفرض هيبة الدولة القوية من جديد، ومحاربة كل المتطرفين والغرباء والمسلحين على الاراضي الليبية. كلنا عارفين ان ليبيا متقسمة ما بين حكومة شرق وما بين حكومة غرب، وده مقسم الدولة ومخليها كل واحدة ماسكها حكومة، والدولة مش مستقرة وفيها متطرفين وفيها ميليشيات مسلحة وفيها قلق كتير جدا. فهل الجيش الليبي بالفعل التحقق ده او التوقع ده لو تحقق بالفعل، هل هيرجع الدولة تبقى دولة واحدة مش دولتين؟ ده اللي هنشوفه الايام اللي جاي. واكدت التوقع ده بالكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي، وقالت اني ارى ان السلام في ليبيا قادم باذن الله، ويدا بيد مع مين بقى؟ سيف الاسلام القذافي. الشخصية دي ليلى عبد اللطيف دي توقع لها من فترة كبيرة، حتى من قبل ما سيف الاسلام يطلع ويبان ويبقى ليه وجود. هو حاليا مختفي تاني، ولكن قرب الانتخابات او قرب لما تكون الدولة محتاجاه بنشوفه موجود بقوة، وبنشوف ليه تصريحات نارية ومهمة. المهم قالت ليلى عبد اللطيف ان هنشوف السلام في ليبيا قادم باذن الله، ويدا بيد مع سيف الاسلام، وستكون القياده والقبائل والعشائر الليبيه حاضره بقوه لقياده ليبيا الى بر الامان وعوده الاستقرار بوجود جيش قوي وحضور سيف الاسلام. لكن ما قالتش ان هيبقى الرئيس ولا لا، ولكن انه هيكون موجود في تحقيق السلام وتوحيد الدوله. طيب كما ستشهد ليبيا حركة اقتصادية مهمة بتشهدها ليبيا منذ رحيل الرئيس معمر قذافي، وهنا أرى اللواء حفتر برضو من ضمن الناس القوية اللي ليلى عبد اللطيف دايما بتأيدها في توقعاتها لليبيا. هنشوف اللواء حفتر بيقوم بمبادرات لدعم الجيش ولدعم ليبيا ولدعم الاقتصاد لتكون ليبيا حرة مستقلة بإذن الله. طيب ده بالنسبة لدولة ليبيا. معانا دولة تانية برضو هنتكلم عنها من الدول الكبيرة الدول العربية بتاعتنا المهمة، وهي المملكة المغربية. يا ترى قالت ايه ليلى عبد اللطيف توقعاتها لدولة المغرب او مملكة المغرب الفترة اللي جاية؟ قالت ليلى عبد اللطيف ان بيشهد المغرب في المرحلة المقبلة تغيير حكومي بارز مع ظهور وجوه جديدة في الواجهة السياسية في المغرب، مع بداية اصلاحات جديدة تعم المغرب بقرار مباشر من الملك المغربي نفسه، بهدف كمان محاربة قضايا الفساد في كل دوائر المغرب. التوقع ده مش اول مرة تقول ليلى عبد اللطيف، قالته اكتر من مرة للمملكة المغربية، وقالته ايضا لدولة الكويت. لو تفتكروا معانا التوقعات ان المغرب والكويت من اكتر الدول اللي هتاخد قرارات في موضوع محاربة الفساد، وكمان مصر. قالت حتى لمصر لو تفتكروا ان في دايرة حكومية هيتم القبض فيها على مسؤولين وناس كبار جوه هذه الدائرة، وهيتم الزج بيهم في خلف القضبان بسبب مشاكل وقضايا فساد وحاجات كبيرة جدا، والموضوع ده هيكون بقرار من الرئيس السيسي. وكمان في الكويت نفس النظام، قالت ان الامير الكويتي هيصدر برضو قرارات مهمة جدا بهدف محاربة الفساد. فأتمنى فعلا على هذه الدول ان احنا نشوف ليها قرارات في الفترة اللي جاية بخصوص هذا الموضوع. وقالت ليلى عبد اللطيف في الحلقة اللي احنا بنتكلم عنها ان مش بس دولة المغرب، لأكتر من دولة هتحارب الفساد كمان في العالم.
أيضا قالت للمرة الثانية أعود وأقول للشعب المغربي انتظروا المفاجأة الرياضية القادمة التي سيحققها الفريق المغربي الفترة القادمة بمونديال 2026. ومن المنتخبات برضو اللي اتكلمت عنها انها تعمل حاجة في هذا المونديال المغرب ومصر، برضو المغرب ومصر قالت المنتخبين دول بالذات هيعملوا انجاز رياضي مهم جدا في مونديال 26. ده بالنسبة للرياضة. تالت دولة معانا طالما اتكلمنا عن المغرب لازم نفرد برضو توقعات دولة الجزائر. دولة الجزائر برضو من الدول العربية المهمة جدا اللي لازم نتكلم عنها في هذا الفيديو. قالت ليلى عبد اللطيف لدولة الجزائر سوف تحصل على صفقة طائرات حديثة متطورة لإطفاء الحرائق وإخماد النيران، وستكون هذه جاهزة للدخول للخدمة الجوية خلال المرحلة المقبلة، والله يحمي الجزائر من كل الأخطار. طبعا في معروفة دولة الجزائر، ومش الجزائر بس، ومغرب وتونس، ان في الصيف بتحصل حرائق كبيرة جدا في الغابات وبتسبب مشاكل كبيرة جدا، فلازم فعلا الدولة او الدول اللي بتعاني من هذه الأخطار انها تكون، فان شاء الله يكونوا عاملين حسابهم هم وكل الدول اللي بتواجه هذه الاخطار علشان ما يحصلش اي مشكله في الفتره اللي جايه. كمان قالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها لدوله الجزائر سوف نسمع عن بوادر ازمه جديده للاسف ما بين المغرب والجزائر تاني، غير الازمه اللي حاصله اصلا والمشاكل اللي حاصله ما بين الدولتين، هنلاقي في ازمه جديده ومشكله جديده بتحصل ما بين الدولتين للاسف، والله يحمي البلدين. وبتقول حركة تصعيد بارزة خصوصا عند الحدود، يعني المشكلة كلها تحصل عند الحدود، يعني ربنا يستر ايه هي بالظبط اللي هيحصل على الحدود يخلي في بوادر ازمة بين الدولتين. وشايفة ان فرنسا تتدخل على خطوط هذا التصعيد بهدف تهدئة الامور وضبط الاوضاع بين الجزائر والمغرب. كمان اتكلمت على انجاز رياضي كبير جدا هنشهده لدولة الجزائر، قالت كده الانذار والاعلام ستكون على فريق رياضي بارز في الجزائر والحدث رياضي بارز ومهم. فدي من ضمن التوقعات برضو اللي قالتها ليلى عبد اللطيف لليبيا المغرب الجزائر. ومن معنا دولة تانية هنتكلم عنها في هذا الفيديو وهي دولة تركيا. تركيا برضو من الدول الكبيرة اللي ليلى عبد اللطيف بتتكلم عنها دايما، وخصوصا عن الرئيس أردوغان وعن العلاقات السياسية والحاجات اللي بتعملها تركيا في الدول العربية. قالت ليلى عبد اللطيف في تركيا ان سنشهد، او تركيا بالذات ستشهد تغيير كبير في الموقف التركي تجاه الأزمة السورية. طبعا انتوا عارفين في مشاكل ما بين تركيا وسوريا، وخصوصا كمان السوريين بيواجهوا مشاكل كبيرة جدا اللي عايشين في تركيا. قالت كده ليلى عبد اللطيف سنشهد تغيير كبير في الموقف التركي تجاه الأزمة السورية وقيادتها، وهذا التغيير سوف يكون في مصلحة الطرفين، سوف يكون في مصلحة الطرفين، وقالت كده او في مصلحة البلدين، ولا استبعد بداية تعاون فعل ما بين الرئيس بشار الاسد والرئيس اردوغان، وسنسمع عن حصول اتفاق امني بين تركيا وسوريا بيتعلق بمدينة مين، هي اللي فيها مشاكل حاليا في سوريا، هي مدينة ادلب. وهيؤدي هذا الاتفاق الى فتح ادلب وعودتها الى السيادة السورية وعودتها كاملة تحت رعاية وسيادة الجيش النظامي السوري. مش بس كده، كمان تركيا هيبقى ليها برضو حاجة تجاه لبنان. قالت كده ان لبنان سوف يطلب المساعدة من تركيا بسبب حدث مهم، وتركيا تلبي الطلب، وسنرى وفد تركي رفيع المستوى بيزور لبنان لتقديم الدعم والمساعدة في ظل بعض التطورات والظروف القادمة. وبكده نكون انتهينا من التوقعات اللي قالتها ليلى عبد اللطيف لليبيا وللمغرب وللجزائر وتركيا. ولسه في معانا دول تانية ما تكلمناش عنها وتوقعات مهمة جدا هنتكلم عنها الفترة اللي جاية. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك، تفعيل الجرس، نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. كانت معكم اختكم مريم من قناة مساء الاخبار.